يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا واللي بالتاكيد في انتظار المواجهه المرتقبه، مواجهه كبيره جدا بتجمع بين كبيري افريقيا، بطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه، الاهلي المصري والرجاء المغربي. النهارده الحقيقه حلقتنا عنوانها قدر البطل ان يواجه الابطال. عندنا الحقيقه كلام كتير جدا على مواجهه اولى طبعا قريبه 48 ساعه بتفصلنا عنها بين الاهلي والرجاء في كاس سوبر افريقيا. المباراه هتلعب في الدوحه ان شاء الله، وهيكون توقيتها الساعه 7 بتوقيت القاهره. خليني اقول لحضراتكم انه الفرقه اللي هيلعبها النادي الاهلي تكاد تكون فرقه جديده بشكل كامل. بنتكلم على عدد كبير جدا من الغيابات اللي رحلت عن صفوف الرجاء البيضاوي، ابرزها طبعا قوه هجوميه ضاربه كان بيمثلها سفيان رحيمي وبين مالونجو اللي احترفوا في الخليج. وبنتكلم على عدد كبير جدا من الصفقات، 14 صفقه ابرمها الرجاء يمكن يظهر منها بعض اللاعبين في بطوله سوبر افريقيا. بنتكلم كمان على مارك فيلموتس المدير الفني البلجيكي اللي تولى مسؤوليه الرجاء مؤخرا ويمكن قاد الفريق يمكن في 3 أو 4 مباريات، وبالتالي انت بتتكلم تقريبا على فرقه جديده. في حلقه السادسه النهارده هنقدم لحضراتكم الوجه الجديد لفرقه الرجاء منافس الاهلي في بطوله سوبر افريقيا. ومن المنافسين المحتملين وزي ما انا قلت قدر البطل انه يواجه الابطال هيكون تشيلسي الانجليزي، اللي من الوارد ان شاء الله لو ربنا كتب لنا التوفيق في بطوله كاس العالم للانديه ان احنا نوصل لمواجهته ان شاء الله باذن الله في المباراه النهائيه. ثقتنا كبيره، ثقتي كبيره جدا في رجالتنا، وثقه جماهير النادي الاهلي كبيره جدا، وحاسس ان احنا قادرين نعمل ده في كاس العالم اللي جاي.